أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائنا المشاهدين، إليكم نشرة الأخبار لهذا المساء من أميكو عربي، كونوا معنا. أدان أعضاء اللجنة التنفيذية لحزب الازدهار الهجوم الإرهابي ضد المدنيين الأبرياء الذي وقع في مختلف أنحاء البلاد، واصفا إياه بأنه اعتداء جبان على القيم الإنسانية. وقال رئيس إقليم أمهرة السيد يلقى الكفالي في اجتماع جمعه مع رئيس إقليم أورومو شملس عبديسا إن عملية إنفاذ القانون ضد القوات الغير الشرعية بما في ذلك الإرهابية من جماعة أونق شني سيتم تكثيفها. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي جمعهما لبحث القضايا المختلفة والمجازر التي قامت بها أونق شني في فترتها الأخيرة على إقليم أمهرة، ووضع توجيهات وفقا لذلك بما في ذلك تعزيز إجراءات إنفاذ القانون الجارية التي تنفذها قوات الأمن الفيدرالية والإقليمية. وبحسب التقرير فإن الجماعات الإرهابية تنفذ هجمات ضد المدنيين في محاولة للتغطية على الخسائر التي تكبدتها بسبب عملية إنفاذ القانون. وشددت اللجنة التنفيذية على أن عملية إنفاذ القانون ضد الجماعات ستستمر بناء على القرار الصادر من مجلس الأمن القومي. وقال رئيس إقليم أمهرة وعضو اللجنة التنفيذية لحزب الازدهار يلقى الكفالي إن إجراءات إنفاذ القانون التي تلبي مطالب المواطنين في جميع أنحاء البلاد يتم تنفيذها وفقا للتوجيهات التي حددها مجلس الأمن القومي. وأضاف من جانبه شملس عبدسا رئيس إقليم أورومية وعضو اللجنة التنفيذية لحزب الازدهار إن الهجوم المجموعة الإرهابية على المدنيين يشهد على حقيقة أن هذه الجماعة هي جماعة إرهابية لكل الإثيوبيين. وأضاف أن اللجنة التنفيذية التي أذانت الهجوم الإرهابي الأخير على المدنيين في إقليم أورومية أصدرت قرارا يقضي بتعزيز قوات الأمن والإجراءات المتخذة ضد الجماعات الإرهابية. ووفقا للتقارير فقد تم تنفيذ عملية إنفاذ القانون ضد العديد من الإرهابيين الذين كانوا يهددون السلام والأمن، إلا إن الإرهابيين من جماعة شني نفذوا هجمات مروعة على المدنيين في المناطق التي لا تتواجد فيها قوات أمنية. أجرى السفير الدكتور سلشي بكلي مناقشات مع دكاترة الجامعات في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وأطلع السفير الأساتذة على التاريخ الغني والثقافة المتنوعة لإثيوبيا ومساهمة الجاليات الإثيوبية في الولايات المتحدة في إثراء العلاقات الثنائية الطويلة الأمد بين البلدين، كما تم إجراء مناقشات حول القضايا الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية ولا سيما آثار العوامل العالمية والمحلية مثل التغيير المناخي والكوارث الطبيعية والصراعات وانعدام الأمن الغذائي والهجرة وما إلى ذلك وتأثيرها على حياة الناس والمجتمع وطريقة التخفيف منها. كما أثارت المجموعة نجاح الأمريكيين الأفارقة من أصول إثيوبية وأعربوا عما يجب على الإثيوبيين في الوطن معرفته من الأمريكيين الأفارقة. وتحدث السفير عن تقديره للأساتذة لاهتمامهم الشديد بالتعرف على إثيوبيا والمغتربين الإثيوبيين في الولايات المتحدة، كما أكد على أن أهمية هذه الزيارات ليس تعزيز الصداقات والتفاهم فقط، ولكن سيساهم لإنشاء ترتيبات توأمية وشراكات للبحث المشترك وبرامج تبادل الطلاب بين الجامعات الإثيوبية والأمريكية. قام سفير إثيوبيا في الجزائر السيد نيبات كيتاجو بزيارة عمل إلى ولاية عنابة وهي مدينة ساحلية في شمال شرق الجزائر في الفترة من 24 إلى 25 يونيو. وخلال الزيارة شارك في افتتاح معرض الفارما الذي افتتحه رسميا فخامة السيد بريمي جمال وإلى ولاية عنابة إلى جانب السيد محمد أغلى رئيس الاتحاد الجزائري للأرباب العمل والسيد المنصور فريد محمد رياض رئيس غرفة التجارة والصناعة في ولاية عنابة. وأجرى السفير نيبات خلال الزيارة مباحثات مع رئيس غرفة التجارة والصناعة وأعضاء ولاية عنابة، وركزت مباحثاتهم على تعزيز العلاقات التجارية بين إثيوبيا والجزائر. وفي مشاركته مع مجتمع أعمال عنابة والمشاركين في المعرض شدد على الحاجة إلى العمل بشكل تعاوني لتأسيس وتعزيز العلاقات في قطاع الأدوية حيث توجد فرص جذابة للغاية في إثيوبيا للجزائريين. كما تضمنت زيارة سعادة السفير العمل لزيارة ميدانية إلى منصوري ميتال بوكس وهي صناعة التعليب الرائدة
في الجزائر والتي تلعب دورا رئيسيا في تعبئة وتوزيع المنتجات الزراعية المصنعة في الجزائر للشركات المحلية والتصدير. وأشار السفير نبيات إلى أهمية التعبئة والتغليف للمعالجة الزراعية، ودعا شركة MNB للمشاركة في قطاع المعالجات الزراعية في إثيوبيا من خلال شرح حوافز الاستثمار وتوافر المجتمعات الصناعية المخصصة لشركات المعالجات الزراعية الراغبة للاستثمار في إثيوبيا، حيث كانت أنشأت إثيوبيا والجزائر مجلس أعمال مشترك لتسهيل التجارة الحرة والاستثمار في أغسطس الماضي لعام 2022. تحدث الأستاذ أدم كامل في مقابلة مع هيئة أمهر الإعلامية عن العلاقات التاريخية بين إثيوبيا والشرق الأوسط وسبل تعزيزها. مزيد من التفاصيل في التقرير الذي أعدته الزميلة نازرة كنديش. إثيوبيا لديها علاقات تاريخية وعريقة بالشرق الأوسط تربطها العديد من القضايا، فضلا عن الارتباط الجغرافي والتاريخي وبمختلف المجالات بما فيها الدينية. قال الأستاذ آدم كامل أن أمن واستقرار إثيوبيا والشرق الأوسط هو مهم جدا، وعندما تمر إثيوبيا بأزمات وصعوبات تتأثر الدول المجاورة أيضا. وهو العلاقات مرتبطة بالشرق الأوسط منذ القدم، يعني مصلحة إثيوبيا وأمنها واستقرارها ووحدتها هي فائدة لمنطقة الشرق الأوسط عموما. أنا أذكر في إحدى المحاضرات واحد اسمه دكتور جلال الدين محمد صالح، هو من أصول إريترية، كان ألقاها في مركز حامد الجاسر في الرياض، فهمت؟ فكان ألقى كلمة، يعني أنا كمشارك بكيت وسررت كثيرا، لأنه قال أمن واستقرار إثيوبيا أمن واستقرار الشرق الأوسط وشرق أفريقيا عموما، وإذا اهتزت إثيوبيا تهتز منطقة الشرق الأوسط ومنطقة القارة الأفريقية ودولها. فأمن إثيوبيا قال مهم جدا. هذه دراسة واحد خبير باحث في العلاقات العربية الإثيوبية ويشهد اللي فيها، إذا أمن استقرار بالدرجة الأولى مهم جدا لابد أن نركز عليه. وقال إننا يجب أن نعمل في تعزيز العلاقات بين إثيوبيا والدول العربية في مختلف المجالات، على سبيل المثال المجالات الاقتصادية والاجتماعية. هو شوف عنصرين مهمين جدا لتحقيق هذه المطالب نيابة عن الحكومة، عن الوطن، عن الشعب. أول شيء السياسة الخارجية في تعيين الدبلوماسيين لابد أن نعتمد في من يدرك ويتكلم اللغة العربية في العالم العربي عموما، لأن الدبلوماسي هو عبارة عن جاسوس له شهادة رسمية، فإذا ما يقرأ ما يكتب كيف يعد للمطالب الاقتصادية وسياحية وموقعة البلاد ومصلحة البلاد وجغرافية البلاد؟ إذن تعيين دبلوماسيين بالدرجة الأولى. ثم المرحلة الثانية اعتماد مركز أو جمع عندك المجلس الإسلامي القوي. المجلس الإسلامي القوي ينوب عن البلاد وعن الحكومة وعن الشعب في العالم الإسلامي وفي العالم العربي. ثلاثة أفريقا أكثر من نصف سكانهم مسلمين. طبعا هذه البلاد كما كانت، يعني كما شهد لها التاريخ، بلاد الهجرتين الإسلامية، بلاد أكرمها الرسول صلى الله عليه وسلم وقال ادعوا الحبشة ما عندكم، والمهاجرون اللي هاجروا إثيوبيا جلسوا فيها 15 أو 16 سنة، ولد 15 بنين وخمسة بنات، ومات ودفن فيها 10 بنين وخمسة بنات. إذن الإثيوبيا لها مكانة إسلامية كل واحد يحترمها، لأنها بلاد النجاشي، بلاد بلال وبلاد أم أيمن حضرة المصطفى. إذن تعيين مركز أو جمعية عندك مجلس إسلامي قوي على الطريقة العصرية هينوب عن الحكومة ويكون مساند لوزارة الخارجية في تحقيق مطالب والتعريف بإقامة المؤتمرات والاجتماعات والدعوة وهكذا، يعني فرص كثيرة جدا ما استغليناها، فهم؟ وأضاف أيضا أن يجب من القنوات الناطقة باللغة العربية أن يكون لها مبادئ قيمة وأن تركز في إخراج الحقائق عن إثيوبيا لزوار العالم العربي والإسلامي، ويجب علينا أن نعمل على نشر ثقافتنا وتراثنا. هو القنوات العربية تركز على عدة أشياء، منها التعريف بحقيقة إثيوبيا. إثيوبيا ليست بلاد الفقر والتخلف والمجاعة، بلاد بإمكان أن يشتغل فيها أي واحد أي جنس من العالم العربي والإسلامي، هذه واحدة. النقطة الثانية هناك تراث وثقافة إسلامية ما زالت في الغابات في الأرياف الإثيوبية. إذا لإثيوبيا لها مكانة
في إسلامية من خلال علماء الأرياف اللي حافظوا الإسلام في هذه البلاد. هذا كمان بالبحث عن هذا التاريخ والتعريف مؤلفاته ومكتباتهم، ووضع عندك مركز للتجارة والبحوث للزوار اللي بيزوروا العالم العربي والإسلامي أثيوبيا، يعني لما يشاركوا في مؤتمر القمة الأفريقية يكون لهم فرصة للاطلاع على التراث والثقافة الأثيوبية. برضو الإعلام حقكم يركز على هذا الموضوع، وربما تكلف أشخاص ينتدبوا إلى الأكاليم إلى الأرياف لجمع هذه التراث مؤلفات العرب باللغات العربية الغريبة. العلماء، أنا طبعا زرت عدة جامعات في العالم العربي، والله لا المفتيين ولا الباحثين ولا المدرسين ولا البروفيسورات ولا الدكاترة العرب كتبوا زي ما كتب علماء الأرياف. هذه معجزة. وبعدين عندك علماء الأرياف الأثيوبية لهم بصمات في العالم العربي والإسلامي، لهم مكانة عظيمة جدا، لأن أثيوبيا لم تتعرض للاستعمار الغربي ولا للحروب الصليبية. إذن كما نزل الإسلام في أثيوبيا هو الإسلام الأصيل الأساسي، والمؤلفات هي أصيلة من الأصول. هذه كلها تحتاج إلى الإعلام يركز فيها ويجمعها ويضع فيها هناك يعني مراجع يجمعها، فهمت؟ في عدة مراكز إسلامية للبحوث والدراسات للزوار يمهد الطريق هذا، وهذا هو تحدث الأستاذ ياسين أحمد بعقاي في مقابلة مع هيئة أمهر الإعلامية عن الدبلوماسية الشعبية ودورها في تعزيز العلاقات بين الدول. مزيد من التفاصيل في التقرير الذي أعدته الزميلة فيور زولدي. روسيا وأوكرانيا لديها دور كبير جدا في تصدير القمح للعالم، وقال الأستاذ ياسين أحمد أن لدى السودان الكثير من الأراضي الخصبة ولكنها لا تزال تتقبل القمح من الخارج، فيجب عليها أن تقوي علاقاتها مع أثيوبيا ودول الجوار للاستفادة من أراضيها. يقولون حقيقة الآن مثلا يعني روسيا وأوكرانيا تصدر القمح إلى الكثير من الدول الأفريقية من ضمنهم مصر والسودان، فبالتالي بينما يعني السودان يعتبر من الأراضي الخصبة في القرن الأفريقي، يعني السودان كجار وكأشقاؤنا السودانيين لدينا تداخل اجتماعي وثقافي وتجاري، حتى بين المصاهرة كثير من يعني هناك دماء يعني مختلطة بين الدم الأثيوبي والسوداني في إقليم أمحرة، يعني قريبين إلى الحدود السودانية. هذا التداخل الثقافي والاجتماعي والاقتصادي لابد من استثماره. يعني كيف الآن أثيوبيا الآن هي أصبحت نموذج في التنمية الاقتصادية، وإذا في الآن أثيوبيا الآن تعمل على أيضا تعزيز التعاون الإقليمي الاقتصادي. السودان يعني وفيها أرض خصبة وفيها مياه النيل للزراعة، صالح للزراعة. يعني أثيوبيا هي أكثر دولة خصبة للزراعة من أثيوبيا ومن مصر. لو حصل تعاون وتكامل بين هذه الدول الثلاثة، بين أثيوبيا والسودان ومصر، لا تحتاج السودان ولا مصر أن تستورد غذاؤها وقمحها من روسيا وأوكرانيا. تحدث الأستاذ ياسين على أن أصل النهضة واحد أهم أسباب النهضة هو أن يكون هنالك تحول ديمقراطي في الإصلاح وفي مختلف الجوانب. أصل النهضة هي أن يكون هناك يعني تحول ديمقراطيا. هذا التحول الديمقراطي هو الآن نراه، يعني ثمار هذا التحول الديمقراطي في الإصلاح الجانب الاقتصادي، إصلاح الجانب القانوني. فحقيقة الآن أثيوبيا يعني بفضل الله أولا ثم بفضل هذا التحول الديمقراطي، بفضل يعني إرادة الشعب الأثيوبي الذي أراد أن تكون أثيوبيا يسودها السلام والديمقراطية، فإذا هذا التحول الديمقراطي يقود الآن إلى يعني أصبح والآن محرك لمجموعة من الإصلاحات الاقتصادية، الإصلاحات السياسية، الإصلاحات القانونية، الإصلاحات التعليمية. أن التعليم إحدى هذه المفاتيح للتنمية، فإذا الآن هناك نشهد إصلاح شامل أو التنمية الشاملة. التنمية الشاملة يعني لا تتأتى إلا بأن تكون هناك رؤية وطنية، كما الآن للحكومة الأثيوبية أو للدولة الأثيوبية الآن هناك رؤية شاملة
للتنمية الوطنية والإقليمية. قال الأستاذ ياسين أن الدبلوماسية الشعبية لديها دور كبير جدا ومهم في الإصلاح، وكما وضح أيضا أن غياب الدبلوماسية الشعبية كان يؤثر على النمو. دور الدبلوماسية الشعبية أولا مهم جدا. لماذا؟ يعني لنتذكر قبل هذا التحول، قبل انتخاب دكتور أبي أحمد، كانت الدولة النظام السابق كان الذي يحتكر الدبلوماسية الشعبية في إطار الحكومة، في إطار الرسمي. نحن نعلم أول شيء هناك نوعان من الدبلوماسية: الدبلوماسية الرسمية التي تقوم بها الحكومة الأثيوبية، الدولة الأثيوبية من خلال سفاراتها، هذا ما يسمى official diplomacy، الدبلوماسية الرسمية تقوم بها الدولة ومؤسسات الدولة والسفارات الأثيوبية في العالم. لكن كان هناك حقيقة غياب الدبلوماسية الشعبية، كانت غائبة. الحكومة الأثيوبية أتاحت، وهي تؤمن بدور الشعب الأثيوبي، أتاحت فرصة لمنظمات المجتمع المدني. أنا أتذكر سنة 2019 تم سن قانون جديد، البرلمان الأثيوبي سن قانونا جديدا يرفع كل القيود عن منظمات المجتمع المدني اللي هم يسموه NGO Non-Governmental Organization، فتح يعني رفع هذه القيود. وإذا رأينا عدد من المنظمات المجتمع المدني الأثيوبية في داخل أثيوبيا تؤسس وخارج أثيوبيا، لماذا؟ لكي تقوم بواجبها الشعبي. إلى هنا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا لهذا اليوم، شكرا على كرمي ولطف المتابعة، إلى اللقاء.